خلونا بقى نتعرف مع حضراتكم على مجموعه من التمرينات الرياضيه الجديده السهله البسيطه اللي في المتناول واللي كلنا نقدر نمارسها بمنتهى البساطه حتى في البيوت. هنشوفها ونتعرف عليها من خلال هذا التقرير ونطلع بعديه فاصل ونرجع نكمل. برحب بحضراتكم انا وكريم في الفقره الاخيره. عندنا بصراحه كلام كتير جدا في الكره العالميه، سواء بتتكلم عن دوري ابطال اوروبا او دوريات اوروبا والدوري كمان طبعا السعودي. خلينا نتكلم في كل ده مع الاستاذه منى عمر منورانا الناقده الرياضيه. صباح الهنا. صباح الفل. منوره الدنيا يا منى. ميرسي يا كريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اه الحمد لله زي الفل. بقالنا فتره كل ما بنتكلم على ملف التحكيم عندنا بصفه خاصه من ضمن الحاجات اللي بتتقال، هم ليه بره ما عندهمش كده؟ يعني ليه ما بنشوفش النوع ده من الاخطاء التحكيميه بره؟ الظاهر من كتر النبر بتاعنا اصبح هناك اخطاء تحكيميه زي اللي شفناها طبعا في ماتش ليفربول وتوتنهام. تداعيات اللي حصل ده ايه؟ مبدئيا طبعا خلينا نفكر الناس سريعا كده ان المباراه خلصت لصالح توتنهام طبعا 2-1، كان في هدف ملغي لليفربول عن طريق لويس دياز وهدف صحيح 100%، ولكن هو تم الغائه بداعي التسلل او ان هو كان اوف سايد. يعني حصل حالتين طرد ليفربول في المباراه، كورتس جونز وديوجو جوتا. فطبعا بعد المباراه بدات الامور يبقى فيها اشتعال اكتر، خصوصا بعد اعتراف، وخلينا نحط تحت كلمه اعتراف دي مليون خط، اعتراف لجنة التحكيم بالاتحاد الإنجليزي بخطأ الحكم وإن الهدف كان صحيح 100%. لو طرديني يبقى في تعسف صريح ضد الفريق. مش تعسف، يعني خلينا نتكلم في واقعة الهدف الأول وبعدين فكرة الطرد بقى أو الإنذارات أو دي خليها على جنب. فبس كان اعتراف لجنة التحكيم كان واضح وصريح بنسبة 100% ان الهدف كان صحيح وان كان الغائه كان خطأ، ولكن هم بروزوها فكرة الخطأ البشري. ولكن فيما بعد تم اعلان ايقاف حكمي الفار في المباراة. هو ده الكلام؟ هو ده الكلام؟ عقبال عندنا ليفربول ما مسكتش الحقيقه برضو. هو حب ان هو يدافع عن حقه بعد البيان بتاع لجنه الحكام. هو اصدر بيان رد عليهم وشاف انه اعترافهم بالخطا او ان هو وصفه ان هو خطا بشري بالنسبه له ده امر مش مقبول، وان اللي حصل في المباراه اخطاء زياده عن اللزوم يعني، وان هي كان فيها تعنت. بعد كده برضو لحد امبارح كان في بعض التقارير بتقول ان ليفربول طلب ان هو يسمع الحديث اللي حصل ما بين حكم الساحة وحكمي الفار وقت لقطة هدف لويس دياز. يعني اعتقد برضو كل البروباجندا او مش بروباجندا يعني او كل الاعتراض ده، لان كان ليفربول لو كان كسب المباراه دي كان هيتصدر الدوري، خصوصا كان بعد تعثر مانشستر سيتي قدام. طلب ليفربول ده غير مسبوق، فكره ان احنا عايزين نسمع الحوار الصوتي. لا مش غير مسبوق، هو اصلا المفروض ان كان هيتطبق ده وان كان هيتم اذاعه الاحاديث ما بين حكم الساحه وحكم الفار، اذاعتها للناس، الناس تتفرج عليه او الجمهور او الانديه او يتفرجوا او يسمعوا او حتى اللي قاعدين في الاستاد الجماهير يبقوا عارفين اللي بيحصل في غرفه الفار. ومش عارفه احنا ليه بناخد الموضوع ان هو توب سيكريت، يعني ما هو ده حديث ما بين حكم وبين حكم، ده بيقول رايه وده بيقول رايه، القرار في النهايه تمام لحكم الساحه، بس ايه المشكله ان انا اسمع الحوار او اعرف الحديث؟ ما انا بعد كده هعرفه، يعني هتفرق في ايه؟ لكن ربما احنا بعد كده بنعرف نتيجته، ما بتعرفوش هو. ما بتعرفوش هو، بس هي حصلت عندنا هنا وانت سمعت اللي حصل يعني ما بين في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يعني سمعت الحديث اللي دار ما بين هنا وما بين هنا. وربما هم مثلا بره يعني عندهم تخوف مثلا من اذاعه الجزئيه دي مثلا اثناء المباراه، ان ممكن يحصل احتجاج من قبل الجماهير، ممكن يحصل شحن. ممكن الامور دي فعلا تكون موضوع في حسبانهم يعني. كويس. بالنسبه لبقى صلاح هتكلم عن المحترفين بتوعنا شويه، انا وكريم كان معانا خبر عنهم، اتكلمنا عن النني وعودته مره ثانيه للتدريبات بعد غياب تقريبا وصل لتسع شهور، اتكلمنا عن مصطفى محمد وهو اتطرد، ولكن برضو مصطفى محمد بغض النظر عن بعض العكوسات اللي بيواجهها كان مؤخرا من ساعه الموقف اللي هو اتخذه وعلى اثره، يعني كان في زي عقوبه او حاجه، بس طبعا كلنا احترمناه في القرار بتاعه، ولكن هو بيتعرض لبعض العكوسات، لكن يظل مصطفى محمد من المحترفين بتوعنا اللي
بجد متوقعين ليهم كمان مستقبل كبير جدا، لان هو فعلا لاعب يعني موهوب بشكل كبير. عندك كمان محمد صلاح طبعا يمكن ما كانش محظوظ في الفتره اللي فاتت او الاسبوع اللي فات تحديدا، لكن في فرصه لسه ليفربول ان هو يعوض، خصوصا احنا كمان كان معنا خبر خاص بالتجديد بتاعه وان هو زاد تقريبا 3 أضعاف اسبوعيا، واصبح كمان دلوقتي بدراسه اتعملت في اوكسفورد هو اغلى لاعب موجود. فيعني كل ده بنشوفيه ازاي تحديدا عن سؤالي عن يعني الاحوال بتاعه المحترفين بتوعنا في الدوريات المختلفه. هو لو هنبص طبعا لو هنكمل كلامنا عن المحترفين، بس ممكن نربط بقى بمباراه ليفربول ووضع محمد صلاح بالزبط. ان هو يعني صلاح سجل هدفين لحد دلوقتي، تقريبا هدفين 3 أهداف في بريمير ليج لحد دلوقتي، بعيد شويه عن سرعه الهدفين، بس احنا بنتكلم في 7 جولات بس، فلسه الامور طبعاً بدري شويه. وضع ليفربول كمان في جدول الدوري احسن حالا من السيزون اللي فات برضو، لو هنبص انه في خلال بس 7 جولات فهو من ضمن الـ 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 المنافسين، وزي ما قلنا لو كان كسب مباراه توتنهام كان هيتصدر جدول الدوري بعد خساره سيتي امام، واكيد هو هيبقى عايز يعوض اكيد تحديدا صراحه لو هتكلم اكيد عايز يعوض المباراه دي بغض النظر عن ملابساتها بقى التحكيميه. ده اكيد ده اكيد ده اكيد. وبعدين لسه المشوار طويل، لسه الموسم في اوله زي ما بنقول يعني، فلسه قدامه مشوار طويل. مش عايزين نقول يعني هو كان مثلا في جدل شويه الفتره الاخيره بالنسبه لصلاح وخروجه بديل، او يعني خروجه من المباراه، تغييره يعني من قبل طبعا المدرب الالماني يورجن كلوب. وكنا بنشوف صلاح في البدايه كان بيبقى معترض، كان بيبقى متضايق، كان بيبان على وشه علامات الغضب. مش عارفه وقتها كان ليه ده بيحصل، برده غريبه يعني. هي مش غريبة، هنرجع نقول في الآخر يعني هوند هي وجهة نظر فنية، هو المدير الفني شايف ده أو شايف إنه صلاح مثلا لحد الدقيقة دي خلاص مثلا هو جاب مثلا يعني هنقول إن هو خلاص ده ما ده ما كانش بيحصل معاه قبل كده يعني، ده اللي أنا بقوله. ما هو أنا بقول بقى إن هو ربما هو شايف مثلا ممكن أنا في الوقت ده ممكن أخرج صلاح، أنا أنزل لاعب تاني بديل هيرفرش الملعب، هيديني بدنيا مثلا أكتر، ربما دي ممكن تكون وجهة نظر. حلو هيرفرش الملعب غير مسبوقه ما تقريتش في اي برنامج رياضي، اذا احنا لينا السبت طبعا هيرفرش الملعب طبعا. طيب دلوقتي في دوري الابطال من ضمن الماتشات اللي جايه ان شاء الله هيكون في ماتش يعني ناس كتير اعتقد هتبقى قاعده مستنيه تشوف نتيجته هتسفر عن ايه، اللي هو مانشستر سيتي ولايبزيج. وكتير من جماهير لايبزيج اعتقد ان هم يعني ايه قاعدين متربصين لهالاند تحديدا، لان في اللقاء اللي جمع بين الفريقين قبل كده كانت النتيجه 7-0 لصالح مانشستر سيتي، منهم 5 هالاند لوحده جابهم بالظبط، فاكيد الجماهير لايبزيج يعني عايزين يقتلوه. كريم حاطط هالاند في دماغه بقى له فتره، مش بني ادم السيزون اللي فات. توقعاتك الماتش ده هيبقى عامل ازاي؟ هي المباراه طبعا هتتلعب على ملعب لايبزيج، وانا عايز اقول لك بقى مفاجاه انه المرتين اللي سيتي لعب فيهم مع لايبزيج بره ارضه تعادل مره وخسر مره. الله فعلا مره كانت في المجموعات ومره كانت في دور ال 16، هم كمان كانوا مع بعض اللعب واجهوا بعض طبعا السيزون اللي فات زي ما انت ما قلت، وسيتي كسب 7 بس ده كان في ملعب الاتحاد، كان في انجلترا يعني. هو ربما التحفز ده من جماهير لايبزيج لهالاند يمكن مش عشان ال5 أهداف، هو كان ليه تصريح شهير بعد المباراه لما اتسال عن النتيجه الكبيره لفوز مانشستر سيتي وان هو لوحده مسجل 5 أهداف، فهو رد عليهم قال لهم انا كنت عايز اسجل اكتر من كده. فهو ربما أيوة بالظبط يعني. كده فهو ربما بقى منتظرين المره دي يا اما هيسجل اكتر من كده، فعلا اكتر من كده في الماتش اللي جاي هيبقى حاجه غير مسبوقه برضه. هالاند يعني ما نقدرش نتكلم او ما يختلفش عليه 2 حقيقه يعني، امكانيات ومهاره وموهبه، يمكن هو هيظلمه ان هو لاعب نرويجي يعني، ولكن هو لاعب كامكانيات لاعب كره قدم فهي امكانيات هايله جدا يعني. طب عايز ارجع بس لنقطه مصطفى محمد عشان كانت نهاوند سالتني عليها. هو انطلاقته السيزون ده مميزه جدا جدا مع نانت يعني، هو كمان لسه امبارح كان اخذ لاعب الشهر في في الفريق، الشهر الثاني على التوالي بالظبط كده، دي كانت المره الثانيه على التوالي. وقعت الطرد احنا مش عايزين نظلمه فيها برده. هو اتنرفز جدا يعني، خلينا نكون منصفين يعني، هو اتنرفز جدا. تصرفه خلينا نقول هو لازم يكون عنده ضبط نفس اكتر من كده، لان الامور بره بتختلف عن
الامور في اوروبا غير الامور محليا يعني. ولكن يعني انا فوجئت او يعني كان دعم برضو من المدرب بعد المباراه لما دافع عن مصطفى محمد، وهو حتى قال ان الحكم كمان تصرفه ما كانش افضل حاجه وكان المفروض هو كمان يتحكم في اعصابه. ففكره برضو ان المدرب يدافع عن اللاعب بتاعه قصاد الاعلام وقصاد الجماهير برضو دي هتدي يعني ثقه حتى للاعب بعد كده. اخطا اكيد مليون في الميه اخطا، ولكن دعم المدرب حتى ما خلاهوش هو في الوش قصاد الجماهير، لان هو كمان هم خسروا المباراه، فما خلاهوش في الوش قصاد الجماهير. فده برده يعني علاقته مع يعني ده بيدل ان علاقته مع المدرب جيد. بالظبط كده، جيده جدا يعني. نروح للدوري السعودي شويه. طيب سو فار نقدر نحكم يعني حتى هذه اللحظه، احنا قلنا في البدايه ولما كنا بنسمع عن الصفقات العديده جدا قلنا لا يمكن نقدر نحكم هتبقى يعني زي ما بتقال كده مشروع ناجح او فاشل من دلوقتي، لسه بنشوف. دلوقتي احنا لسه برضو في البدايات، لكن سو فار زي ما بتقال حتى هذه اللحظه هل هم ماشيين بخطوات جيده؟ هل فرق فعلا الصفقات الكبيره؟ بتكلمي في صفقات عديده جدا لاسماء عالميه كبيره، مش انت جايبه صفقات اجنبيه وخلاص، لا دي صفقات عالميه كبيره جدا او من اكبر الصفقات، اثرت أو أتت ثمارها خلينا نقول بنجاح حتى هذه اللحظة ولا لسه؟ هقول لك ممكن هتبان إمتى مع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا. هي هنا هيبان الفرق، لأنه احنا بنتكلم في الدوري السعودي معظم الأندية أو خلينا نقول كبار أندية الدوري السعودي دعمت الفرق بتاعتها بنجوم كبار، تمام؟ عندك اتحاد جدة، عندك الهلال، عندك الأهلي، عندك النصر بالظبط كده. فالمنافسة ما بينهم يعني خلينا نقول إن هي المفروض إن هي هتبقى متقاربة يعني ما بين الأسماء الكبيرة. ده هيبان إمتى بقى تأثير الصفقات القوية دي؟ هيبان في دوري ابطال اسيا، لان في دوري ابطال اسيا انت هتلعبي الدول تانية مش هتلعبي نفسك يعني. فده التاثير ده اعتقد ان هو هيبان اكتر في دوري ابطال اسيا. ولكن خلينا نقول يعني مش هجيب لاعب بحجم رونالدو او مش هجيب لاعب بحجم محرز نيمار كل الاسماء دي كلها ومش هتاثر لي مع الفريق، اكيد هيكون ليها دور. طيب ممكن في الفتره الاخيره يعني ناس كتير كانت فاهمه ان الموضوع وقف عند الاسماء اللي حضرتك ذكرتيهم من شويه، لا ده كمان بقى مؤخرا في اصوات بتطالب بزياده عدد المحترفين في الدوري السعودي. ايوه بس كده المحليين في كل فريق في 10 ايوه أجانب. يعني طب معلش والمحليين هيلعبوا احتياطي يعني دي نقطه بقى هنتكلم فيها ان ده اصلا ممكن يعود بالسلب على المنتخب السعودي بالظبط، لان ما هيبقى لما انا هزود عدد المحترفين انا هوصلهم ل 10 وهم بيدرسوا ده فعلا. كان في اجتماع اصلا في الاتحاد السعودي يعني مش مجرد اشاعات، ده كلام حقيقي وكلام. كان في اجتماع فعلا في الاتحاد السعودي امبارح ان هم عندهم 8 حاليا، 8 محترفين في كل فريق. 8 محترفين براحتك يعني 8 اجانب مسموح ليك. اوكي خلاص هم بقى بيدرسوا ان الموضوع يزيد لتسعة وعشرة، ولو اتوافق عليها يتم تطبيقه كمان من السيزون الجاي. طب احنا بقى دوري دراسه بعيده المدى، شايفه ان ممكن يتوافق عليه فعلا الاقتراح ده؟ وارد جدا يتوافق عليه، وارد جدا يتوافق عليه. هو هيفيد ولا هيضر كرة القدم السعودية في الحالة دي؟ يعني برضو دي ما تقدرش ان انت تحكم عليها دلوقتي، بس بكل تأكيد اكيد المنتخب السعودي هيتأثر، لان لما هيبقى معظم الاساسيين في الفرق في الدوري السعودي اجانب انت بتتكلم في 10 يعني السعوديين الوحيدين هيبقوا هم المشجعين تحديدا، انت بتتكلم في 10 في كل فريق يعني هتضيف عليهم واحد. طبعا يعني مش هنقول مثلا طيب ان الفريق هيلعب بالعشرة، قول هيلعب بثمانية تمام، واثنين بره احتياطي، فانت هتزود على الثمانية هي هتزود عليهم ثلاثة. طبعا فالثلاثة دول المفروض ان هم اللي يبقوا بعد كده عندي اساسيين في المنتخب السعودي. فاعتقد الموضوع برضو المفروض ان يعني يبقى فيه نسبة وتناسب، لان ولا هيبقى فيه تجنيس بعد كده؟ وارد برضو. شوف انا بروح لبعيد، كله وارد فعلا طبقا للي بيتقال، ففعلا كله وارد. تخيل وارد جدا، تخيل نلاقي نيمار سعودي جد، وارد جدا جدا. بصي بعد كل اللي حصل اسمه عبد الرحمن السيد نيمار بالظبط كده، بعد اللي حصل الاسماء الكبيره اللي احنا سمعناها وسمعنا التفاوض معاها حتى اللي ممكن نقول الصفقات اللي ما كملتش، بس الطموح نفسه وصل لحد ميسي، انا جبت رونالدو، جبت نيمار، جبت محرز، جبت ماني، في كلام على ليفاندوفسكي، يعني
كل الاسماء دي. هو ده كل ده جميل، بس في المقابل مش كان المفروض يبقى في حد شغال على صناعه نجم سعودي بالظبط؟ المفروض تدعيم الناشئين، تصعيد المميزين منهم، صناعه البطل المحلي علشان اللونج تيرم بلان. يعني دي ممكن تبقى شورت تيرم بلان، انا دلوقتي بنجح في الثلاث اربع سنين دول، بعد بالزبط. ما العقود تخلص فين بقى اللونج تيرم؟ ان انا ببني فرق مختلفه من المحليين بتوعي والناشئين زي ما كريم بيقول، وبعد كده السعوديين نفسهم عشان المنتخب. يعني بالظبط، هو يعني هو ما هو المفروض ان يكون الدراسه، يعني حتى لو انا بخطط لده لمجرد او لهدف معين خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين، بس انا المفروض ان انا يكون عندي خطه طويله المدى علشان المنتخب السعودي، عشان اطلع نجوم سعوديين يدعموا المنتخب بتاعي في البطولات العالميه. ولا سيما ان المملكه السعوديه طول عمرها عندها لعيبه حريفه. بالظبط طبعا، اللعيبه السعوديين بيتألقوا فعلا في دوري ابطال اسيا. صحيح. يعني بالزبط. بيعملوا شغل ممتاز. بالظبط بالظبط. بصي، هي تجربة فريدة من نوعها، خلينا نقول بجد. صحيح. وفعلا صعب ان انت تحكم عنها دلوقتي، يعني ان احنا نطلع وحد بقى يطلع يقول لك لا 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 دي تجربة ناجحة، لا مش هصدقك، ولا لا لا دي تجربة فاشلة مش هصدقك. لازم اشوف، ما فيش حاجة سابقة ليها. بالظبط كده، لازم تستني شوية عشان تشوفي النتيجة بتاعتها. طب انت شفتي لغاية دلوقتي ايه النتيجة اللي اتحققت لحد اللحظة؟ يعني لحد دلوقتي هي الفكرة في ايه؟ يعني انا قدرت كدوري سعودي في وقت الانتقالات الصيفيه خليت العالم كله بيتكلم على الدوري السعودي، خليت مدربين بحجم كلوب جوارديولا يتكلموا على صفقات الدوري السعودي، وخليت مدرب بحجم كلوب يبدي قلقه من انه باب الانتقالات في الدوري السعودي مستمر لبعد، يعني وقته بيغلق يعني بعد غلق باب الانتقالات في الدوري الانجليزي. بس كل فريق خايف بقى على اللاعبين اللي حلته. بالظبط كده. بالظبط كده بالظبط كده. واعتقد كلوب كان معانا فتره مش سهله بسبب الكلام عن ضم محمد صلاح. بالظبط. وبعدين كلوب نفسه او ليفربول خرج منه اكتر من لاعب، راحوا الدوري السعودي، هندرسون قائد الفريق، لعيبه كتير، فيرمينيو كان عقده خلص بس راح، هو كان لاعب سابق في ليفربول. فكل الناس دي انا قدرت اخلي العالم كله يتكلم عليا، خليت مدربين يتكلموا على السعوديه. خليني اقول لك منها، هو ده ذكاء بصراحه. بالزبط. يعني انت حطيت السعوديه في حته ثانيه خالص، وده لازم يعني زي ما بتمشي دي كريد، لازم نتكلم عن النقطه دي. فعلا في انتقال كبير جدا، نقله نوعيه في السعوديه اكثر من رائعه. دلوقتي بقت واجهه على فكره سياحيه، الناس دلوقتي ممكن تسافر. مين كان يتخيل ان ممكن اروح السعوديه عشان انبسط مثلا، او عشان اقضي وقت حلو، عشان اعمل شوبينج حلو، علشان اروح مطاعم؟ لا، الحته او المنطقه انتقلت حته ثانيه. مين كان يتخيل ان احنا نشوف كريستيانو رونالدو بالزي السعودي وبيرقص الرقصه الشهيره بتاعتهم وبنزيما؟ يعني صح. بس وبعدين دي نقطه، يعني هم كسبوها، يعني هما النقطة دي هما قدروا ان هما يكسبوها. انا اعتقد كل ده معمول عشان الحتة دي ملهاش علاقة قوي بكرة القدم. ميبي، يعني انا ده رأيي. يعني الفكرة كلها ان انا عايز اعمل رواج للسعودية من خلال طبعا الكورة وبس. هي مش الكورة بس، يعني هي مش الكورة بس، انا في كورة وفي فن وفي في ملف كبير جدا هما شغالين عليه بذكاء بصراحة. هما شغالين عليه بذكاء ونجحوا فيه لحد دلوقتي. ما نقدرش نقول ان هما ما فشلوا في اللعيبه اللي هم كانوا عايزينها جابوها. يعني انت طموح الانديه اصلا نفسه بقى هم بيختاروا اللاعب، لا احنا مش عايزين لعيبه اوروبا. يعني مش ان انا بقى بهرضى باي لاعب مثلا صف تاني او بلان بي، لا انا 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 مش عايز اللاعب ده، انا عايز اللاعب ده. بس الى درجه كبيره الدوريات الاوروبيه بقى في المقابل يعني اتفرغت من معظم نجومها. بص، ما نقدرش نقول ان هي اتفرغت، يعني ما نقدرش نقول ده، بس المواهب في اوروبا لسه موجوده. بس انت بتتكلم برضو، يعني انت لما تيجي تبص على السن اللي راح الدوري السعودي هتلاقيه سن لعيب. بالظبط كده، هتلاقي سن معين، تلاقي سن ثلاثينات او 32 وما بعد ذلك. فده اللي بيبقى مثلا بالنسبه له اللعب في اوروبا ممكن يكون يعني ايه، ما بقاش زي الاول، ما بقتش وانا صغير. فانت بتتكلم في كاتيجوري معين، عارف اتكلم امتى بقى مثلا واقول النقطه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ لو لقيت مثلا لاعب زي مبابي راح الدوري السعودي. خلاص كده بقى انت هنا. طب انت اصلا تضمني منين ان صلاح مبابي تخيل هالاند مثلا؟ يعني تضمني منين ان اي لاعب منهم، يعني اي لاعب حتى السن الاصغر نسبيا من كيليان مبابي، تضمني منين ان صلابتهم النفسيه وثباتهم الانفعالي هيخليهم يقاوموا المغريات الكثير؟ صح،
لا ما تضمنش يعني الخطر ما زال قائم من وجهه نظر الـ اوروبا مش بقى يعني فاهمه ازاي؟ ما تضمنش يعني هم برضه عرضه لان هم يتخذ بينهم المزيد من النجوم. امبابي لما جاله عرض سعودي في كانت التقارير خرجت وقالت ان امبابي جاله عرض سعودي في الصيف اللي فات وقت ازمته مع باريس سان جيرمان وتلقيح الكلام المتبادل بينه بالظبط كده وان هو ما كانش عايز يفعل العقد وهم لا مصرين ان هو العقد يتفعل. طب خلاص انت هتركن بقى الفتره دي كده لحد ما نشوف انت ممكن تعمل ايه. اتقدم له عرض سعودي بمبلغ خيالي خرافي كان 400 أو 600 مليون مش فاكره تحديدا بس هو كان 400 بعدين قالوا 600 وكان موسم واحد بالظبط كده. وبعدين عشان هو حلمه ريال مدريد فقالوا له طب تعالى سنه واحده اللي هي السنه اللي كان مش هيلعبها مع باريس تعالى سنه واحده والسنه اللي بعدها تروح ريال مدريد مجانا. طب يعني عارف ورفض بالظبط وانا سهلت لك كل الامور عايز تروح ريال مدريد هتروح من غير فلوس هتروح من غير فلوس وفي خلال السنه دي انت هتلعب معايا في السعوديه وهتاخد عليها كمان فلوس وامتيازات خرافيه. فلا العروض اللي بتتقدم جباره طبعا جباره صحيح ويعني ولينا في 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 العرض اللي اتقدم لمحمد صلاح خير دليل. يعني مش عايزين جمهور اجنبي يعني هل حد فيكم سمع حاجه عن الموضوع على ده على فكره حصل لو النبي عقود جماهير ولا ايه حصل فرصتنا جايه انسي بقى اللي فات طب روح اعلام روح جماهير حصل لا انا ما سمعتش معقول حصل بجد ازاي بقى الكابو يعني او اللي هو القائد بتاع فريق اعتقد كان الرجاء المغربي راح نادي سعودي هيشجع خلاص في السعوديه ده بجد طيب بص مش حاجه غريبه شويه ولا مش حاجه مستحيله طب فاضل ايه فكر انت بس حاجه يعني طيب على كل حال خلينا نروح للمنتخب عشان فاضل دقايق قليله. المنتخب حتى هذه اللحظه برضو ما اقدرش نقول ان احنا مطمنين وما نقدرش نقول ان احنا ماشيين بره المسار تماما بس لسه في قلق لسه في مشوار اطول. لكن حتى هذه اللحظه بتشوفي ازاي منا مشوار المنتخب المصري مع يعني الكم الموجود من كلام من لعيبه محليه وفي نفس الوقت كمان المحترفين بتوعنا. بصي هختلف معاكي شويه انا شايفه ان وضع المنتخب خلينا نقول ستيبل يعني الامور مش مضغوطه او 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 او, أو في قلق زياده عن اللزوم يعني فيتوريا مسيطر تقدري تقولي بشكل جيد حتى هذه اللحظه حتى أوكي. هذه اللحظه هو قايم بدوره بشكل جيد جدا في سيطره حتى على كبار اللعيبه الامور فنيا برضو ماشيه بشكل بالعكس ده بيقول لك احنا بنفوز لكن ما بنلعبش يعني دايما ده اللي انا كنت بسمعه التحليلات المختلفه يعني بنحقق اللي احنا عايزينه من المباريات بس مش بيبقى بالاداء الفني المطلوب وده اللي ممكن يقلقك بعد كده ان بعد كده في ماتشات ثانيه اصعب فهتبقي محتاجه الفنيات بجانب فكره الحظ او الفوز. طيب لو انا لعبت بالاداء الجيد جدا بس انا ما حققتش النتيجه بتاعه المباراه او ما حققتش الفوز ما هو طبيعي لو لعبت جيد جدا هتحققي حاجه يعني هيبقى صعب او في عدم توفيق يعني بس النسبه بتبقى اعلى من لو ما لعبتيش ساعتها خالص. مش هطلع امجد في المدرب وفي اللعيبه وفي الفريق واقول اصل احنا عملنا مباراه جيده جدا بس خسرنا يعني انت عايزانا نركز على النتائج وخلاص اهم حاجه النتيجه صح. اهم حاجه بعض النتيجه بالظبط اهم حاجه النتيجه بتاعتي اهم حاجه ان انا ادي في المباراه تمام ماشي انفذ التعليمات الفنيه شكل اللعيبه في الملعب ماشي يكون جيد جدا الخطه الفنيه تكون حتى مفهومه لينا احنا يعني احيانا احنا بنتفرج على المباريات احنا مش فاهمين مين بيلعب فين وليه يعني فانا شايفه لا ان الوضع مع فيتوريا مختلف الامور زي ما قلت لك مستقره سواء في ما بين اللعيبه نفسها سواء الخطه الفنيه لا يعني حاسه ان يعني اسم منتخب مصر افضل حالا من فترات سابقه قبل كده كانت كويس. الامور فعلا كنا بنبقى قلقانين لو هنلعب اثيوبيا مع كل الاحترام يعني بس انت اسم منتخب مصر المفروض انت ما تبقاش قلقان لا انت كنت بقى ليه منا احنا هنقول لك في النهايه حاجه واحده بس اتفضل نورتينا شفت انا بقيت خلاص والله يا ريت الله عليك فريق الكورال بقالك في نفس واحد نورت الدنيا كلها نشوفك على خير ان شاء الله قريب ان شاء الله ميرسي يا منا وميرسي يا مستر كريم جدا ميرسي جدا شوف حضراتكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده مع السلامه.